على صعيد آخر، أسفرت صناديق الاقتراع في ألبانيا عن فوز الرئيس السابق لأركان الجيش بايرام بيكاج رئيسا جديدا للبلاد. وأدى بيكاج اليمين الدستورية خلفا للرئيس المنتهي ولايته إيليرميتا الذي تم عزله من قبل البرلمان في يوليو 21 و2000. وانتخب البرلمان الألباني بيكاج البالغ 55 عاما بعد أن قاطع معظم أحزاب المعارضة الانتخابات الرئاسية.